بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت أن أتأمل معكم هذه اللطيفة القرآنية التي تعتبر من عجائب القرآن العظيم. كما أن الله نظم كل شيء في هذا الكون وأحكمه، نجد كل شيء منظم بقانون. كذلك في القرآن الكريم نجد يعني أرقام تزين القرآن، نجد كتاب محكم بكل معنى الكلمة. اليوم دعوني أتأمل معكم قصة النمل في القرآن الكريم، القصة التي وردت فيها النمل، فيها كلمة النمل، وهي قصة سيدنا سليمان. دعونا نقرأ. إذن سأرقم الآيات من أول قصة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. إذن من بداية الآية التي يذكر فيها اسم النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، وهكذا تتوالى الآيات. انظر أيها الأحبة، طبعا هنا قصة ملكة سبأ وكيف أسلمت، وآخر آية في القصة قوله تعالى قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة، أي حسبته بحيرة مثلا أو ماء، حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا تنتهي قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ. إذن أيها الأحبة، اللطيفة التي أود أن أبثها لكم اليوم أن عدد آيات القصة هذه من أول كلمة النمل إلى آخرها، إلى آخر قصة سليمان، عددها 27. دققوا معي أيها الأحبة، هنا هذه هي الآية الأولى، رقمنا الآية رقم 1 حتى إذا أتوا على وادي النمل. الآية 2 فتبسم ضاحكا من قولها. الآية 3 وتفقد الطير. الآية 4 لا أعذبنه. 5 فمكث غير بعيد، وهكذا. انظروا آخر آية هنا كم رقمها، 27. يعني عدد كلمات القصة هذه من بداية النمل إلى نهاية القصة عددها 27. ما هو الرقم 27؟ إنه رقم ترتيب سورة النمل في القرآن. يعني ترتيب سورة النمل في القرآن 27. وسبحان الله، عدد الآيات التي تتحدث عن قصة النمل من بداية النمل إلى آخر قصة سليمان عددها أيضا 27. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.